أنا على يقين بأني ككثير منكم أتناول دوما قطعة من العلكة بعد شرب كوب من القهوة أو بعد تناول بعض أطباق البصل الثقيلة. لطالما أحببت العلكة، ولكن لم يخطر ببالي مطلقا أنه سينتهي بي الأمر بمضغها يوميا لشهر كامل. بدأ كل شيء عندما قرأت بالصدفة هذا المقال الذي يتحدث عن الفوائد الصحية لمضغ العلكة كقدرته على المساعدة على فقدان الوزن وحرق المزيد من السعرات الحرارية. جيد، كنت أشعر حينها بأنني كنت أكسب وزنا زائدا. تحمي أسنانك؟ أوه حقا؟ كنت أظن دائما لأنها تسبب التسوس. سنرى ذلك. يمكنها تحسين ذاكرتك؟ رائع، لأن سرعة النسيان لدي كانت تزداد يوما بعد يوم. اعتقدت بأن علبة من العلكة كل يوم ستكون أكثر من كافية، وبدأت تجربتي الغريبة. كانت أول 3 أيام ممتعة، فإن لم أكن نائما أو أتناول الطعام كنت ستجدني أمضغ قطعة من العلكة. علي القول بأن فكي لم يرق له هذا التحدي في البداية، ففي اليوم الرابع بدأت أشعر بالقليل من الألم بسبب كل هذا المضغ الزائد، ولكن في اليوم التالي عاد كل شيء لطبيعته. مرت الأيام القليلة التالية بسهولة أيضاً. الشيء الوحيد الذي كان يزعجني هو الشعور بالعطش، وأعتقد بأن السبب في ذلك هو السكر والمحليات الصناعية التي كنت أتناولها، ولكن لم يكن الأمر بذلك السوء أيضاً، فبدأت أخيراً بشرب 8 أكواب من الماء أو أكثر، وأنا على يقين بأن طبيبي سيكون فخوراً بي. خلال الأيام 10 التالية أصبح مضغ العلكة جزءاً من حياتي، حتى أني لم أعد أفكر بالأمر مرتين، واختفت مقاومة فكي لهذا بشكل كلي. ولكن الآن اضطررت للتعامل مع شيء آخر، وهو الانتفاخ. بعد القليل من البحث اكتشفت بأن المحليات الصناعية هي الملامة في ذلك، على ما يبدو بأنها كانت تواجه مشكلة في امتصاصها في الأمعاء الدقيقة، كما أنك عندما تمضغ العلكة تبتلع معها الكثير من الهواء. ولكن لحسن الحظ اختفى هذا الانتفاخ بعد 2 أو 3 أيام. أما على الجانب المشرق من التجربة، فتجد بأني بدأت ألاحظ انخفاض وزني ببطء. حسناً، عندما تتناول العلكة لن يكون لديك وقت كاف لتناول الوجبات الخفيفة غير الصحية، أليس كذلك؟ بالإضافة إلى ذلك لن تشتهيها أبداً، لذا كان من السهل علي تجنب تناولها. وأخيراً اقتربت الأيام 10 الأخيرة من تجربتي. أتعلم كيف تكون قطعة العلكة صلبة في فمك عند بداية مضغها؟ ولكن فكي اعتاد عليها ولم يشعر بذلك مطلقاً. ولكن لأكون صادقاً في هذه المرحلة سئمت جداً من العلكة، فلم تعد ممتعة كما كانت، وأصبحت شيئاً مملاً يجب علي القيام به. عدا ذلك كان كل شيء على ما يرام. أكبر صدمة بالنسبة لي كانت الإطراءات التي بدأت بتلقيها مع اقتراب نهاية تجربتي فيما يتعلق بفكي. أعني أنه لم يكن من قبل من بين ملامح الظاهرة، إلا أنه أصبح كذلك الآن. ألقيت نظرة على صوري قبل وبعد التجربة، وكان بوسعي مشاهدة الفرق. أصبح فكي أكثر قوة وبروزاً خلال 1 شهر فقط. لن أكذب عليكم، جعلني هذا أفكر مرتين قبل التوقف عن التجربة، ولكني قررت بأن هذا كافٍ الآن. أعتقد بأنكم تنتظرون للاستماع إلى استنتاجاتي النهائية. دعوني أفكر. سأبدأ بالأشياء الجيدة. بالطبع حصلت على فك منحوت، وأنا أحب شكل فكي الآن. يمنح المضغ المتكرر العضلات تمريناً رائعاً. أصبحت تشبه هنري كافل. حسناً، ليس بالضبط. كان فقدان الوزن من بين النتائج المرحب بها. على الرغم من أن ذلك لم يكن بشكل مثير، إلا أنه كان كافياً لمنحي الشعور بالراحة الجسدية. فعملية مضغ العلكة في الأساس تخدع الدماغ بشكل أساسي، حيث يظن بأنك تتناول الطعام بالفعل، لذا لا تشعر بالكثير من الجوع. ومع الامتناع أيضاً عن تناول الوجبات الخفيفة، بدأت أشعر بحال أفضل. أتذكر ما أخبرتك به عن قدرة مضغ العلكة على تحسين ذاكرتك؟ يفترض بهذه العملية أن تحفز من نشاط الدماغ، وأعتقد أن بهذا شيء من الحقيقة، فلقد وجدت نفسي أكثر تركيزاً في العمل وأقل اعتماداً على قوائم المهام لتذكيري بما أحتاج إلى إنجازه. لاحظت أيضاً انخفاضاً في مستويات التوتر لدي، حيث أني من الأشخاص شديد القلق، لذا كان المدهش بالنسبة لي عندما ألقيت نظرة على الشهر الذي مضى لأدرك بأني كنت أكثر هدوءً خلاله. أعتقد بأن حركة المضغ تعمل على تهدئة الأعصاب وتخفف من التوتر. حيلة جيدة.
وبلا أدنى شك كان امتلاك نفس منعش ميزة إضافية في غاية الروعة. لم أكن أمضغ علكة النعناع طوال الوقت، ولكن حتى نكهات الفاكهة منها منحتني رائحة فم زكية. ربما هذه ملاحظة غريبة نوعا ما، ولكن في النهاية هذا هو الهدف من العلكة، أليس كذلك؟ ولكن ليس كل شيء مشرق ووردي، فكانت هناك بعض السلبيات أيضا. الانتفاخ، صحيح أنه اختفى بسرعة، ولكنه من الأشياء التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند البدء بمضغ المزيد من العلكة. العطش، تلاشى قليلا عندما استبدلت علكة البطيخ والفراولة بعلكة النعناع، ولكني ما زلت أشرب الكثير من الماء، أكثر من المعتاد. أعتقد أنك من تقرر ما إذا كان هذا أمرا جيدا أم سيئا. وأخيرا وليس آخرا كان الصداع. عانيت خلال التجربة مرتين من الصداع الشديد، وأعلم أن ذلك كان ناجما عن المضغ الشديد، لأني لم أكن أعاني من قبل من صداع شديد كهذا. كما أني قرأت مقالا على الإنترنت يتحدث عن العلاقة بين الأمرين، لذا هناك احتمال لأن تكون العلكة هي السبب. كان جميع ما سبق من بين ما لاحظته أنا شخصيا، ولكن هناك أيضا أبحاث كثيرة تشير إلى تحفيز المضغ لتدفق اللعاب، والذي يؤدي في الأساس إلى التخلص من جميع الأحماض التي تنتجها البكتيريا، وهذا ما يجعل أسنانك أكثر قوة ويمنع تسوس الأسنان. كما أن بعض أنواع العلكة تحتوي على أملاح الكالسيوم CPPACPY التي تجعل طبقة المينا أكثر صلابة وتزود أسنانك بالحماية الإضافية. إلى جانب ذلك، هناك العديد من أنواع العلكة المعتمدة من قبل أطباء الأسنان، ومع ذلك يجب أن تتوخى الحذر إذا كنت ترغب بتجربة هذا التحدي. فأثناء تصفحي للإنترنت وجدت بأن هناك امرأة من ليفربول اضطرت لإجراء عملية جراحية في الفك بعد مضغها العلكة لحوالي 7 ساعات في اليوم. يبدو بأن عضلات فكها قد تآكلت ولم تستطع فتح فمها أكثر من 2.5 سنتيمتر. حسناً، إذن كم من العلكة يجب أن تمضغ في اليوم؟ يقول الأطباء أن عليك عدم القيام بذلك إن لم يكن لديك سبب وجيه للقيام به. أما الوقت الأفضل له فهو بعد الوجبات. ومن جديد، الغاية الأساسية هي تنظيف الأسنان وإنتاج اللعاب الذي يحفز عملية الهضم. ولا تنسى ضرورة اختيار العلكة الخالية من السكر لتحصل على كل هذه الفوائد. بالنسبة لي، أقوم الآن بمضغ العلكة 3 مرات في اليوم فقط، بعد الإفطار والغداء والعشاء، وبالطبع لا زالت جيدة أيضا بعد كوب من القهوة. أما مظهري فقد أصبح الآن أفضل بكثير، فلا زلت أملك فكا جميلا، وأنا سعيد حقا بقيامي بهذه التجربة. ما هي أكثر التجارب المثيرة التي أجريتها في حياتك؟ أخبرنا بذلك في التعليقات أدنى، ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب ومشاركة الفيديو مع أصدقائك والنقر على اشتراك لتبقى في الجانب المشرق للحياة.